اللحظة اللي احنا فيها هذه الأيام لحظة خطيرة جداً لأي حد مهتم بالعلاقات الدولية. الحلقة اللي فاتت من هذه السلسلة كانت عن إن هناك صراع، وصراع جد قوي ما بين الصين وراها بعض الدول من ضمنهم روسيا مثلاً والولايات المتحدة الأمريكية وراها الغرب طبعاً. هذه الحلقة عن ليه اللحظة اللي احنا فيها دي خطر قوي. السبب رقم واحد إنه الغزو الروسي لأوكرانيا هو أول صراع ما بين دول كبرى منذ انتهاء الحرب الباردة سنة 1990. الدول الكبرى هنا هي طبعا روسيا من ناحية والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى، ويمكن القول أن الصين قريبة قوي من روسيا في هذا الصراع. إذن صراع ما بين Grand Powers كما يقال، قوة كبرى لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة منذ انتهاء الحرب العالمية الباردة، هذا يشكل خطر كبير. السبب الثاني أن هذه اللحظة خطر هو أنه الإطار العالمي، أنا ما بحبش كلمة النظام العالمي دي لأنها كلمة مستهلكة قوي، النظام العالمي دي يعني مستهلكة زيادة عن اللزوم، لكن يعني النظام العالمي أو الإطار اللي كان موجود سائد إلى حد بعيد في العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 لغاية 1990 انتهاء الحرب الباردة، ثم 30 سنة اللي فاتت لغاية دلوقتي 2023، هو نظام مش بس قائم على سيطرة الغرب وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كمان في جيو إيكونومي، في اقتصاد استراتيجي عالمي قائم بقى على البنك الدولي، على صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة الدولية، فكرة سيادة الماركت إيكونومي، اقتصاد السوق، الليبرالية السياسية الاقتصادية، كل هذا الكلام هي الأفكار والنظم والمؤسسات اللي بتلعب دور مهم قوي في العالم كله اقتصاديا. الدول اللي طالعة جديد طبعا على رأسها الصين بتتحدى، على الأقل عندها اختلاف كبير مع أغلب هذه الأفكار، أغلب هذه المؤسسات. ومثلا دولة زي الصين عملت حاجة زي الـ Asian Infrastructure Investment Bank، بنك الاستثمار في البنية التحتية الأسيوي، اللي هو يكاد يكون منافس جديد للبنك الدولي، وأوريدي في عشرات الدول أوريدي أعضاء فيه وبدأ يعمل استثمارات كبيرة جدا. فالصراع النهاردة ليس فقط geopolitical، ليس فقط استراتيجي سياسي، ولكنه استراتيجي اقتصادي على مستوى العالم. وفي ايديولوجيز مختلف، افكار كبيره قوي مختلف، افكار طلع من الصين، من روسيا، من دول اخرى لا تريد سياده الافكار والمؤسسات والايديولوجيز اللي كانت هي سائده منذ انتهاء الحرب العالميه الثانيه، وطبعا منذ انتهاء الحرب البارده 1990. السبب الثالث انه هذه لحظه خطيره إنه مش بس هناك جراند باورز أمريكا والصين وروسيا هي اللي بتصارع بعض أو بدت في صراع كبير قوي مباشر تقريبا مع بعض، كمان في قوة إقليمية مهمة قوي طلع وعندها مصالح كبيرة، إيران، جنوب أفريقيا، البرازيل، وطبعا الهند وغيرها يعني، لكن دول الظاهرين قوي مصالحهم كبيرة مش بس في النيبرهودز بتاعتهم، الأماكن اللي هم فيها، لكن كمان يريدون كل واحدة منهم عايزة تشكل أو يبقى ليها النفوذ في تشكيل الإطار الجديد اللي بدأ يظهر دلوقتي أو الحا يظهر مع التحدي للنظام العالمي اللي كان موجود في 70 سنة اللي فاتت. فوجود قوة إقليمية هي كمان عايزة من الحب جانب، هي كمان عايزة جزء من التورتة، بيخلي فكرة الصراع مش بس ما بين دول كبيرة قوي على مستوى العالم، ده كمان في الأقاليم المختلفة في آسيا، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، هناك صراعات بابلينج أب، صراعات بدأت تظهر. أوضح هذه الصراعات في أفريقيا، روسيا مثلا بقى لها النهاردة عدد من السنوات بتتوسع من خلال بعض الأيدي بتاعتها، الأرمز بتاعتها، الأذرع بتاعتها، سواء عسكريا أو اقتصاديا أو مخابراتيا أو سياسيا أو إعلاميا، على حساب الغرب، على حساب أحيانا فرنسا في بعض الدول، أحيانا أمريكا في دول أخرى. الصين طبعا كان بقى لها فترة طويلة بتحاول تبني نفوذ اقتصادي بشكل رئيسي في أفريقيا، لكن أمريكا
النهاردة هي كمان بتحاول إن هي ترجع وتزود نفوذها في أفريقيا، وشفنا عدد من الزيارات المهمة قوي لمسؤولين مهمين جدا من أمريكا في 2023. وما يحدث في أفريقيا بيحدث في أماكن أخرى في العالم، لكن يمكن مش بنفس الوضوح. فهناك صراعات على المستوى العالمي ما بين Grand Powers، قوة كبيرة قوي، وهناك صراعات أحيانا ما بين هؤلاء اللاعبين الكبار إقليميا، وأحيانا كتيرة هذه الصراعات الإقليمية بيكون فيها لاعب إقليمي زي إيران، زي غرب أفريقيا، زي نيجيريا، زي البرازيل، زي الهند. كل واحد منهم عنده مصالحه. الشوربة دي، الميكس ده من هذه المصالح المتضاربة كثيرا، والصراعات اللي في أغلب الأحوال ما بين الكبار، وأحيانا ما بين الكبار والريجنال باورز والقوى الإقليمية، بتزيد من خطورة هذه اللحظة. ضع بقى فوق كل هذه النقاط أنه في نظام عالمي، في أفق جديد، في أفكار جديدة، في حاجة جديدة بتتشكل أو بتظهر على السطح عشان تورث، عشان تشيل، to replace اللي كان موجود منذ نهاية الحرب الباردة 1990 اللي هو السيادة الأمريكية، وكمان علشان تشيل أو تتحدى أو تقلل من نفوذ المؤسسات الكبيرة قوي، الأفكار التقيلة قوي اللي سادت العالم أو كان لها نفوذ مهول منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. اللحظة اللي احنا فيها هذه الأيام 2023 والسنوات القليلة القادمة هي لحظة transition، لحظة انتقالية، سياسيا انتقالية، واقتصاديا انتقالية، ومؤسساتيا انتقالية. المؤسسات الكبيرة اللي في العالم هي كمان بدت انها تظهر قدامها competitors، منافسين آخرين. دائما في لحظات الانتقال السياسي والاقتصادي على مستوى العالم هناك مخاطر. كل هذه العوامل، وبالذات العامل الأول فيه اللي هو بدأ مع الغزو الروسي لأوكرانيا، كل هذه العوامل تخلي هذه اللحظة 2023 وكام سنة جايين سنوات فيهم مخاطر.